نادت يا علي يا علي ألوجن من ألم صدري وبيدي لازم أضلوعي. هذا منه؟ هذا سيد عبد الحسين الشرع مقطوع. أعطيك أروح لغيره. ألوجن من ألم صدري وبيدي لازم أضلوعي ودمي يسيل من صدري وتجري المحسن دموع وانت يصير ما تدري يا حيدر ما ترد روعي. ألو جلنا خلف الباب ولالي من يراعيني. وفاطمة واحد يقول خاطب علي شو يقول له؟ يقول له يا مسير يا مسير سفينة نوح يا عصاة بن عمرة. يلا وياي. يا مسير سفينة نوح اوح يا عصاة بن عمرة يا جاذب عرش بلقيس يا مهر النبي سليمة يصير المحسن تشوفه يا كرار على التربة. يقول له لو تنظر بعينك اريدك تقرا وياي لو تنظر بعينك ثبير تزلزل وذا لو تنظر بعينك ثبير تزلزل وذاب وقبال عينك يعصرون بصاير البق متعجب العالم. ايه ايه اقرأ وياي. متعجب العالم من افعالك يا كر بالنار جالس والعدو يهجم ومدامعك تجري وبيدك سيف لفق قروي ياي. وانا التخف في الضو جنيني خرب الاعتى ومن تحت خلف الباب ومن تحت خلف الباب يا راعي الحمية خريت يا حامي الحمى مغشى علي ناديت يا فضة تعال بعجل لطمة عيوني وخرجنيني وصدري ويلي وردوا لك وقادوك. عجب والله عجب. يا ليث الحرام وانت الذي من باسك تموجل الكتاب والله افعالك يا علي تراوي العجاب شايف بحبل تنقاد وانت الليث بال الله اكبر. اسمع هالابيات ها خلي تحرك قلبك شويه ها والكل يجاوب باستطاعتك ها وانت تشوفه يا علي وتسمع ونيني
واقف على راسي ولطم خدني وعلى التخي واصيح يا فضة ادركي لطمة عيوني وخرجني اني وصدري ينس. رد عليها علي رفع راسه بكل هدوء الصابر اللي يوم قرب رسول الله قال له إلي إلي قال أظن ما حد يصبر يا علي هيئ نفسك قال يهجمون دارك يغصبونك يا علي حقك قال أصبر هددونك يا علي قال أصبر يهجمون الدار أصبر قال أظن يا علي ما حد يصبر إليها قال إذا هجموا الدار أرادوا الدخول تدافع فاطمة فتحصر بين الباب والجدار قلغوا دموعه تحدرت يا محسن وحسين تدرين أنا المعروف فارس بدر هلا بيك هلا أسلب الفوز الشوس بس بلحظة غصب علي اليوم يتخرق لك كتاب شو أسوي يا علي شو تريدني أسوي صبري مثل صبري صبري مثل صبري يا بيت خير البري هذا من أبوك المصطفى موصي علي قالت شبيدي قال شبيدي وقيدت زندل سيف بيميني واسمعونيج ورا الباب قال ضلعين بعد لصاحب الزمان لصاحب الزمان هو المعزى ضلعين ضلعين يا جرحي لا تهود وعلي ضلعين أرجوك إذا عندك حالة نياحة سمع فاطمة وسلي قلب فاطمة أنت تسلي قلب فاطمة بدموعك ضلعين 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 يا جرحي لا تخود وعلي ضلعين الدرب طيبة يا لاجي خير ضلعين الكسرة يا إمام العصر ضلعين ضلع الباب وضلع الغاضرين